سماحة الشيخ وفقكم الله، يخرج بعض الناس من الأفاضل من أهل الدين إلى التنزه في البرية ولا يأخذون معهم من الماء إلا ما يكفي للطعام والشراب، ويتيممون للصلاة بحجة أن ذلك فيه سعة وأفضل لهم، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء، سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة. لكن إذا كان يشق عليه الماء، إما لبعده وإما لثقل حمله، فلا حرج عليه أن يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فينظر في هؤلاء، إذا كانت السيارات التي معهم صغيرة لا يمكن أن تحمل الماء فلا بأس أن يتيمم، وإن كانت النزهة. وأما إذا كان الأمر سهلا عليهم، يكون معهم وايد صغير يتابعهم، فالواجب عليهم أن يفعلوا هذا، يعني يحملوا الماء حتى يتطهروا به.